السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة والله الله أنا وبركاته. معلش يعني سؤالي غريب شوية، واعذروني لأن أعصابي بتبوظ. على مهلك. أنا كنت متزوج زوجة عاشت معايا 48 سنة وشهرين تقريبا. تمام. مثال الأخلاق لم يحدث بيننا وبين بعض أي شيء إطلاقا باللي بنسمعه في التلفزيون. بعد وفاتها بقى لها 11 شهر ونص تقريبا أبكي يوميا، أبكي في صلاتي في دعاء لها في 34 سجدة أدعو لها كثيرا مع بكي، وأبكي في قراءة القرآن، وأبكي في دعواتي بعد قراءة القرآن. سؤالي، هل بكاي هذا يؤثر عليها؟ هذا نمرة واحد. نمرة اتنين، هل بكاي أثناء الصلاة يؤثر على صحة الصلاة؟ نمرة ثلاثة، البكاي أيضا في أثناء قراءة القرآن يؤثر على ثوابي في قراءة القرآن وإهداء ثواب القراءة إليها وإلى والدي ولموتى المسلمين أجمعين؟ دي الأسئلة اللي أحب أتأكد منها، وأسف لأن أعصابي تعبانة. ربنا يصبرك يا رب.